معنا في التليفون سيد عبد الرزاق الشامخي الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي. سي عبد الرزاق مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. وبيك أختي وتحية لكل مستمعي الحياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة معي في البلاتو. سي فتحي صقيرة محلل سياسي. مرحبا أستاذ. احتراماتي سي عبد الرزاق، يعيشك بارك الله فيك. سي عبد الرزاق الشامخي، أخيرا يتم التوصل إلى اتفاق بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، نحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل على هذا الاتفاق ومدى رضا قواعد نقابة التعليم الثانوي بهذا الاتفاق وقبولهم بهذا الاتفاق خاصة على مستوى جهة القيروان. شكرا أختي. في بالها يعني الناس الكل اللي المفاوضات يعني كانت عسيرة وطويلة، تقريبا 6 أو 7 جلسات تفاوض مع وزارة الإشراف، إضافة يعني إلى الهيئات الإدارية المتعاقبة اللي بدأت من 1 سبتمبر يعني تاريخ اتخاذ قرار حجب الأعداد حتى يعني آخر هيئة إدارية البارح. كان القرار بطبيعة الحال البارحة في أغلب أعضاء الهيئة الإدارية بقبول هذا الاتفاق أو المقترح الأخير متاع وزارة التربية اللي فيه الحقيقة مجموعة من النقاط، فيها بعض النقاط المتعلقة بتفعيل بعض بنود اتفاقية 9 فبراير 2019، تقريبا فيها 4 ولا 5 نقاط، مثلا تحيين منحة العودة المدرسية ل3 سنوات اللي هي ما تحينتش، فيها أيضا حل إشكالية زملائنا المبرزين في الترقيات، فيها أيضا طرق الاستثنائية لزملائنا أساتذة السلك المشترك دفعة 2015 اللي ما تحصلوش عليها، فيها أيضا تحيين منحة المديرين والنظار، وبعض النقاط الأخرى اللي بقينا يعني نستنى في وزارة الإشراف باش تستجيب ليهم، وأخيرا يعني الغالب بعد 3 سنوات ولا أكثر في اتفاق آخر يعني باش وقع الاتفاق على تفعيل هذه النقاط، إضافة إلى نقطة أخرى مش تكون في الاتفاق أو يخرج للعلن ربما اليوم ربما غدوة، اللي هي النقطة المتعلقة بالإخوة الأساتذة النواب. كما تعرفوا يعني عانوا يعني معاناة كبيرة، سواء كان يعني من حيث الخلاص متاعهم أو من حيث وضعيتهم يعني الشغلية، وكما تعرفوا يعني تشغيل هش عبر عقود، والأجر اللي يأخذوا فيه يعني لا يرتقي حتى يعني المستوى الأدنى. نعتبر أنه النقطة هذه هي حل مسألة النواب وانتدابهم على دفعات، هي نقطة مضيئة في هذا الاتفاق. بقينا النقطة الأخرى اللي ربما هي اللي استغرقت فيها يعني المفاوضات الكثير، هي المتعلقة بالمسألة المالية، واللي والحقيقة تقال يعني لم ترتقي إلى الحد الأدنى من تطلعات الأساتذة. وجهة القروان سألتني على موقف جهة القروان، عبرنا عليه داخل هاي الإدارية بكل وضوح داخل الأطر اللي هي يعني الاتفاق في جانبه المالي يعني هزيل، نجموش يعني ربما أقل كلمة نجم نوصف بها يعني الاتفاق هذا، لكن بطبيعة الحال في الأخر نحن منظمة ديمقراطية وداخل هيكل ديمقراطي ونقبل برأي الأغلبية، أكعلاش يعني اليوم ننتظر أنه يقع إنذار الاتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الإشراف. قلت أنه اتفاق هزيل بالنسبة للقواعد النقابية في ولاية القيروان. سي عبد الرزاق، اليوم في هذه النقاط خاصة الجوانب المادية منها، فما ارتياح ساعة من عندكم بتطبيق بإيفاء الدولة والوزارة وزارة التربية بتعهداتها وتنفيذ هذه الاتفاقات في المواعيد المحددة لها وإلا لا سي عبد الرزاق؟ بالنسبة للاتفاق 9 فبراير 2019 يعني
ننتظر انه التفعيل، خاطر محضر الاتفاق هذا سوف ينص على التفعيل مباشره. بالنسبه للاتفاق الجديد يعني الزياده الماليه في منحه التكاليف البيداغوجيه وهي مؤجله على 3 سنوات 2026 2027 2028 وما زالت الاجال بتاعها، علاش نحن ما نشربين الحقيقه يعني على النقطه هذه بالذات، وننتظر يعني تفعيل على الاقل بقيه النقاط اللي وقع الاتفاق حولها باش يقع تفعيلها يعني في وقت قريب. به سي عبد الرزاق، امام هذا التململ بالنسبه للاساتذه والقواعد النقابيه للتعليم الثانوي، هل يكون هذا الاتفاق عنصر مؤثر في الانتخابات القادمه على مستوى يعني الانتخابات النقابة الثانوي؟ فعلا انا ما نجمش ننفي انه الاتفاق هذا سوف يلقي بظلاله على مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي اللي هو مؤتمر على قريب تقريبا ما يفوتش سبتمبر أو أكتوبر، ينجم يكون أقبل يعني في خلال الأشهر القليلة القادمة، وتنجم بعض المواقف مش تحدد وتلقي بظلالها على المؤتمر، ونعرفوا نحن اللي هو المؤتمر أعلى سلطة في القطاع وينجم ياخذ يعمل اللائحة المهنية ويحدد المطالب نتاعه، وينجم يحدد حتى يقترح بعض الخطوات النضاليه اللي تنجم تتجاوز الاتفاق اصلا. سي فتح تفضل. والله نحب سؤال اخر ما مش يتعلق بالمحتوى الاتفاق ولا مضامينه وموقفكم منه، بل بالعكس، معناه هل تعتقد معناها بصدق معناه كون وجود السيد محمد علي البغديري واللي هو ابن المنظمة الشغيلة على رأس وزارة التربية كان له دور معناها في الوصول إلى مثل هذا الاتفاق؟ شكرا على السؤال فتحي. ممكن نعرفوا نحن السيد محمد علي البغديري كان نقابي سابق، كان كاتب عام نقابة جهوية وعضو اتحاد جهوي، وعلى علاقاته مع النقابيين يعني ما زالت متواصلة، وهو على الأقل فتح باب التفاوض، يعني خاطر كان مغلق باب التفاوض في عهد الوزير السابق، ومع مجيء السيد الوزير الحالي يعني بدت المفاوضات ووصلت يعني اللي للاتفاق اللي حكينا عليه رغم انه غير مرضي كما وصفت. بالضبط. وضح سي عبد الرزاق الشامخي في انتظار امضاء الاتفاق هذا في محضر رسمي وموكب رسمي بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، نقعد في متابعة وان شاء الله نقول يتم التوصل زاد كيف كيف الى اتفاق مع نقابة الاساسي. سي عبد الرزاق شكرا. النقابة الاساسي بطبيعة الحال هي عندها نقابتها الخاصة، ونتمنى انهم يوصلوا الحلول، ونتمنى انه يعملوا اتفاق خير من الاتفاق اللي عملناه. إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك سي عبد الرزاق الشامخي الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان، بارك الله فيك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل.